اتفضلي فطارك الصحي. أنا مش عايزة فاكهة، أنا عايزة سيريال. أوكي، اتفضلي السيريال. حبيبتي غمضي عينيكي، اتفضلي هدية عيد ميلادك. شكرا. أوه لا، أنا عايزة حلق مختلف من سكويد جيم. يلا نروح نشتري هدية جديدة لجوزي. ايه البيزنس كارت ده؟ هو مكتوب عليه ايه؟ انا مش فاهمه. احنا فين؟ ايه المكان ده؟ واحنا ليه لابسين يونيفورمز؟ هو فين؟ لا مش ده ولا ده كمان. اه لقيت الريموت. اوتش صباعي. ماما مفيش حد هنا. جايز بابا وماما يكونوا تحولوا دكاترة. يا ممرضة مشرط. مسحة قط. مخدر. بلاش، ده مجرد هاتش. انت ايه رأيك يا دكتور؟ هنضطر نستخدم لزق جروح. يا حضرك ما تتحركش. دلوقتي هي دي المعاملة اللي أنا عايزها. العملية نجحت. كاس بابا وجوايزه. أكيد بقى مصارع. روس الخارق في الحلبة. أيوة أنا أقوى منكم كلكم. ما حدش يقدر يهزمني. أتحداكم. ها اللي بعده. بيبي دي صنارتك. باي. أو لا قلبي. آه ده كتاب الكوميك اللي بتحبه. ودعه. راسي. صورة احتفالك. عيط عليها. ضربة قاضية. دي كانت تحت الحزام. أوبس. شايفين كلكم؟ جانا فازت بالجولة دي. اسمع، أنت اركن عربيتي وأنت دور لي على أهلي. صح، أكيد أهلي بقوا ملوك وانتقلوا للعيشة في قصر راقي. حلمنا اتحقق. اتفضلوا، القرارات دي لازم تتوقع قبل الظهر. دي كتيرة. أنا لازم أمضي الأوراق دي كلها؟ ما تخيلتش الحياة الملكية هتكون كده. أنا جعان. اتفضلوا غداكم. لا لا لا، الخادم هيعمل لكم كل حاجة. دي لذيذة. إنك تكون خادم ملكي صعب قوي، لكن بعرف أتعامل مع ده. جلالتكم أنا خلصت غداكم. إيه؟ جيتار. صح، ماما وبابا أكيد بقوا موسيقيين شوارع. اتبرع للموسيقيين الموهوبين لو سمحتوا. شوية دولارات مش أكتر. أنا لازم أعزف. أنا بعرف أعزف. ما رحتش لمدرسة تعليم مزيكا، لكن أنا نجمة على أي حال. لو سمحتوا خدوا الفلوس واسكتوا. مش قادرة أسمع ده. اهدي يا حبيبتي، ما ترهقيش أحبالك الصوتية. جمعنا مبلغ كفاية. خسرت تاني. طيب لو كانوا ماما وبابا بيلعبوا هما كمان فيديو جيمز. حبيبي بص، أنا عايزة أشتري الشنطة دي. هاي حبيبي، أنت مش سامعني؟ إيه؟ بروس أنت رايح فين؟ دلوقتي ممكن أتحكم فيك. واو أنا جوه اللعبة. استنى، ده أكتر خصم مخيف بالنسبة لك. لا يا حبيبتي بعديه. أوكي أنا النهاردة مودي حلو. إيه رأيك في الخصم ده؟ مش عاجبني. أوكي إيه رأيك فيها؟ هاي شكرا يا حبيبتي. هاي إيه؟ أنت بتغزلها؟ أنا جاية. روس اتحرك، أنا هتعامل معاها بنفسي. عصاية سحرية. صح، مامتي بقت ساحرة. يلا اتحول لموبايل. أنا محتاجة أتدرب أكتر. اتحول لآيفون.
حبيبتي انتي بتعملي ايه؟ مش شايف؟ انا بعمل سحر، لكن محتاجة اتعلم ازاي اعمله. انا عايزة ادخل مدرسة السحر. ايه؟ دي هتكلفنا ثروة. الاول حضري الفلوس دي بالسحر، لانها مش معايا. وبس بيبي، ايه اللي جرالي؟ اعكسيها. واو، سحر نجح. وبس، ساعدوني. انتي توستر ولا ايه؟ اسفة، بوعدك هفك التعويذة. لا ده مش ممكن يحصل. معاد تجهيز الغداء. باستا، سيريال، كاندي، لبن. بون ابيتي. ايو، مقرفة قوي. أكيد ماما وبابا بقوا شيفات حقيقيين. شيف، أعملي أكلة مميزة. طبعاً يا أستاذ. دي أعظم تحفة فنية ليا. بون ابيتي يا حضرة الناقد. واو، عملتها بسرعة. انت طباخ بسرعة البرق. هدوقها. مقرفة، ليه تهدر المكونات في الكارثة دي؟ ازاي تجرؤ؟ ده مطبخ راقي. بيبي، انا هتعامل معاه. عن اذنك، انا هطبخ لك طبق مختلف دلوقتي حالا. حبيبي اهدأ، انا هبدأ شغل. يا تلاجة، قوليلي اسراري. هحتاج ده وده وده، دي هتكون تحفة فنية. حبيبتي، ايه رأيك تستخدمي سكينة وبورد؟ اكيد، خلي سحر الطبخ يبدأ. عيش طازة، جبنة ناعمة. اوه، الخس ده جاي من فرنسا. حبيبتي الوقت، يلا بسرعة، انا لازم اركز. طماطم جوسي وغطيها بالعيش، ده برجر ممتاز. حبيبتي انتي أستاذة في الطبخ. هي أخدت وقت كده ليه؟ اتفضل، أحسن برجر عندنا، هجربه. أوه، ده سحري، ده زي ما أكون بلعب فوق كسكسح مع مجموعة من اليونيكورنز. ده أحسن برجر في الدنيا. شكرا. ميعاد غسل أسناني، محدش هيعرف مدام بابا وماما مش هنا. أنا مش مضطر أغسلهم تاني. طيب لو ماما وبابا بقوا جنيات أسنان؟ اوعى تصحيه، تعال نبص على غنيمتنا. اوه حبيبي، بص على الأسنان دي كلها، دي طلبية كبيرة، هنضطر ندفع. دي كل فلوسنا كده. حققنا نسبتنا النهاردة، ممكن نطير ونروح البيت. ده أحسن من معاشي. أتمنى ألاقي أهلي قريب. لازم أعلق بوسترز في كل مكان. ما شفتيش بابايا ومامتي؟ لأ، أسفة يا بنتي. ضوء أخضر، ضوء أحمر. حبيبي بص، ممكن نهرب من فتحة التهوية، يلا بسرعة. مفيش حد هنا شاف بابا وماما؟ آنسة عروسة، ما شفتيش أهلي؟ لأ. بروس، حرك ركبك، يلا. حبيبتي، أنا بزحف بأسرع حاجة عندي. باي باي يا بنتي حزينة. بصي يا حبيبتي، احنا تقريبا احرار. مش بسرعة كده، ارجعوا للعبة تاني. هاي انت هناك، ما شفتش اهلي؟ لا، انا خلاص قربت اسحبكم. هاي يا بروس، انت ليه مش بتساعدني؟ حبيبتي انا في وسط لعبة مهمة. بجد؟ اسحب الحبل دلوقتي حالا.
إيه اللعبة الحلوة دي؟ أنا فزت. ممكن آخد موبايلي؟ شكراً. اتفضلوا الكندي بتاعكم. لذيذة. إيو ده سكر خالص حبيبي، مش هتاكل ده، دي مش صحية ليك انت كمان. الأكل الصحي أحسن بكتير. اتفضل الفاكهة للجميع. برافو، أنا بهتم بصحتكم. ضيعتها. أوه يا صاحبي، لعب 313، أنت اللي بعده. نشن روز، بطل مضغ البين، ده مقرف، زي ما تحبي. أيوه فوزنا، فلوس كتيرة قوي. هما فين أهلي؟ حبيبتي إحنا رجعنا. اتفضلي هديتك أهي، حلقة سكويد جيم. لكن أنا خلاص مش محتاجة، أنا بحب هديتكم لأنكم أحسن أب وأم في الدنيا. إحنا بنحبك قوي، رجعنا لبعض ودي أهم حاجة.